السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. تفضل. بقول لحضرتك اللي بيستمد ذهب يقترض ذهب من حد يعني. ايوه. ورجع ذهب برضه، هل ده اقترضتي 100 جرام ذهب ترديه 100 جرام ذهب بس، شيء مش ذهب طبعا هي بتصير بعد كده طبعا. مالنا دخل بالزيادة ولا النقصان؟ يعني ذهب اقترضت ذهب يرجع ذهب. ليس في ربا يعني. كيف ربا؟ اقترضت 100 جرام ذهب رددتيها 100 جرام ذهب، ما هي الفلوس يا ذهب. تمام. مع السلامة. الله يكرمك.